خمسة أشهر من ادعى النبوة في عهد الرسول. 1. الأسود العنسي المعروف أيضاً بذي الخمار هو عبهلة بن كعب العنسي الذي ادعى النبوة في اليمن وقاد أولى حالات الردة في الإسلام. قتل على يد فيروز الديلمي. 2. لقيط بن مالك الأزدي أحد زعماء الأزد في دبا ادعى النبوة بعد وفاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في عهد الخليفة أبي بكر الصديق وقتل في حروب الردة. 3. سجاح بنت الحارث متنبئة ادعت النبوة بعد وفاة الرسول وتبعها الآلاف، كانت زوجة مسيلمة الكذاب ثم تابت وأسلمت قبل وفاتها في عهد معاوية. 4. طليحة بن خويلد الأسدي ادعى النبوة قبل أن يهزم على يد خالد بن الوليد في حروب الردة ثم أسلم وشارك في الفتوحات الإسلامية وقتل في معركة نهاوند. 5. مسيلمة بن ثمامة ويلقب بمسيلمة الكذاب، كان أشهار من ادعى النبوة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، قتل على يد وحشي في معركة اليمامة.